احمد فين انا؟ بلد بلد اللي يجي يزور جدة السعودية لازم يجي البلد لانه هنا غير. ان شاء الله حصور شوية ان شاء الله ما حد يزعجني في التصوير. حنشوف. هذا سوق المحمل، في اسواق كثيرة هنا. بوريكم اكبر بنطلون في العالم. شوف هذا مقاس يكفي لشخصين اعتقد او ثلاثة جوا صح؟ شوف ايش ايش هذا كوغل بيشيش. شوف هذا بيشيش من خشمه. اذان المغرب والمحلات بتقفل. طالعين فوق نصلي. في كم مصلى هنا؟ كثير. طيب انا بصور المصعد هنا، في شيء غريب هنا احمد يصير. لما اجي هنا مع العائله المصاعد كلها رجال. ايوه الحريم اللي معهم اطفال او العجائز يتعبوا صراحه. كل المصاعد كلهم شباب يعني ما ادري ليش. حنشوف دحين. شوف كلهم شباب جوا. الحريم مساكين ومعهم اطفال. شعبي في سوق شعبي هنا. وايش كمان؟ قول لنا عن البلد. سوق شعبي. الي صوتك. في سوق شعبي. الي صوتك. يا هنا تلاقي كل شيء ورخيص طبعا. كثير منها تقليد. بس محل جيد مره للسياحه والتسوق كمان. الولد بياخذ لعبه. اتمشى انا. محافظ، سجاد، ملابس، اقمشه، كل شيء، اسلحه كمان. لقينا واحدة تبيع سكاكين وما ادري ايش. صح ريحة البيك. العاب. دائما لما اجي البلد زي المغامرة، تقطع الشارع وزحمة وما ادري ايش، كلها مغامرات. تبغى تشتري جزمة؟ شوف السبحة الجديدة بالساعة، خاتم سبحة. هنجرب ناكل مطعم كذا فلبيني او اندلسي. شوفوا حلوة هذه. شوف بيمشوا 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 بعدين يمشوا فوق كذا. عجبني. في احد يلبس طواقي زي كذا في السعودية؟ ها؟ لاعب كورة. طواقي كل شيء تلاقوه هنا. دخلنا مطعم صيني فلبيني اندونيسي كله زحمه ما في محل. بس والله المطاعم شكلها جيده مره. ها علي صوتك. ريحه شيئه. ايوه شوف زحمه هنا. حاولنا هنا ما في محل جوا. شكلنا خلاص حناكل برا ما في محل. حناخذ دونت دحين بعد صراحه نتعشى في محل ثاني. طيب احمد دونت وانا دونت خساره. ما قدرنا نجرب الاكل فلبيني او صيني. ان شاء الله مره جاي. شوف الاوترات التقليديه. احمد دوبه داعس على اللبانه وانا كنت حدعس على حمام.